معامل الانكسار. عندما ينتقل مصدر شعاع الضوء من الوسط ذو الكثافة الأعلى إلى الوسط ذو الكثافة الأقل، فإنه يحدث له انحناء عن مساره الطبيعي عند نقطة. هذه النقطة هي الفاصلة بين الوسطين. وبفرض أن زاوية السقوط هي I وزاوية الانعكاس R، فإن الشعاع الساقط والشعاع المنعكس يتقابلان عند النقطة الفاصلة في نفس الوسط. معدل جيب زاوية السقوط إلى جيب زاوية الانعكاس هي ثابتة، ويطلق عليها معامل انكسار الوسط الثاني مع إجمالي للوسط الأول، والذي يعرف بـ N21. الآن إذا اعتبرنا أن V1 هي سرعة الضوء في الوسط الأول، و V2 هي سرعة الضوء في الوسط الثاني، فإن معامل الانكسار N21 يساوي V2 في V1، وحينما يكون N21 أكبر من الواحد الصحيح، فإن زاوية الانكسار R تكون أقل من زاوية السقوط I، وينحني الشعاع المنعكس عن مساره الطبيعي. أو بعبارة أخرى، فإن الوسط الثاني يكون أعلى كثافة ضوئية من الوسط الأول. وبفرض الحالة الثانية، أي في حالة N21 أقل من الواحد الصحيح، حيث ينحني الشعاع المنعكس عن مساره الطبيعي، مما يعني أن زاوية الانعكاس R أكبر من زاوية السقوط I. ويمكن القول بعبارة أخرى أن الوسط الأول هو أكبر كثافة من الوسط الثاني. هنا وبفرض أن سرعة الضوء في الفراغ C في الوسط الأول و V سرعة الضوء في الوسط الثاني، لذلك فإن معدل C على V هو معدل ثابت، وهو ما يطلق عليه معامل الانكسار المطلق.